شادي الكرام، لمزيد من التفاصيل ينضم الينا هاتفيا من رام الله الدكتور جهاد حرب المحلل السياسي. دكتور جهاد، عمليه جديده تستهدف الان جنودا اسرائيليين، نتنياهو في ذات الوقت يطالب ابو مازن بموقف، كيف قرات توقيت العمليه على ضوء ما تشهده الان الساحه الفلسطينيه من تحركات دوليه واقليميه؟ يعني اولا هذه العمليه هي عمليه فرديه وتخضع للظروف الذاتيه والموضوعيه لذات العمليه نفسها، اي ان المساله مساله موضوعيه تتعلق بمكان العمليه والقدره على الوصول، وايضا الظرف الذاتي لمناسب العمليه ذاته او صاحب هذه العمليه. اعتقد انها وان البعض يرى انها غير مناسبه في الظرف الزماني، الا ان المساله تتعلق ب الاحتلال ذاته او ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينيه المحتله، وجميع الاخرى التي استخدمها نتنياهو للضغط على الفلسطينيين هي محاوله لعلاقات عامه لكسب الوقت والتنصل من اي عمليه سلام ممكنه في المستقبل. نعم دكتور جهاد، هل تتوقع أن إسرائيل سوف تصاعد الموقف، خاصة في ظل تصريح مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط بأن إسرائيل تتصارع وتيرتها في بناء مستوطنات جديدة؟ يعني أولا بالنسبة للعملية ستتخذ مجموعة من الإجراءات، وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو أن هناك إجراءات تتعلق بعائلة منفذ العملية من خلال هدم منزلهم ومنع تصاريح العمل التي يحملها افراد العائله الموسعه لمنفذ العمليه. واليوم منذ صباح اليوم القريه التي خرج منها منفذ العمليه تم محاصرتها وهناك اجراءات داخل هذه القريه. اما فيما يتعلق بتوسيع اجراءات لا اعتقد ذلك، لان الظرف الدولي لا يسمح لنتنياهو بمزيد من الاجراءات ضد الفلسطينيين، خاصه في مجال منع المصالحه او وقف ووضع فيتو على عملية المصالحة حاليا. شكرا دكتور جهاد حرب من رام الله المحلل السياسي.